سعيد بلقائكم عزيزاتي أعزائي متتبعي قناة مطن تي في في حلقة جديدة من برنامج أوفسايد. في هذا العدد الجديد سنتناول موضوع اختيارات الناخب الوطني إيرفي رينار الذي اختار 33 لاعبا للانضمام للمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الذي سينطلق الاثنين القادم 18 مارس. لمناقشة هذا الموضوع معنا الإطار الوطني حمد الورقة الناخب الوطني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. سي الورقة أهلا ومرحبا بك. شكرا سي شيخ. دوري كنرحب بالمشاهدي ماتان تي في وسعيد باستضافتكم لي في هذا البرنامج الشيق. سي الورقة الناخب الوطني كما سبق لي قلت نادى على 23 لاعب، فيما هي القراءة الأولية ديالكم لهذه اللائحة اللي نادى عليها الناخب الوطني؟ فاش غادي نقول لك، إلا غنتكلم معك على اللائحة غنتكلم معك على الاختيارات. من طبيعة الحال الاختيارات كتبقى هي رؤية تقنية ديال الناخب الوطني اللي كيشوف فيها اللاعبين اللي ممكن يعطيو الإضافة أو اللاعبين اللي ممكن يكملوا ذاك المنظومة اللي أصلا هي مبنية من قبل انهم غادي يضيفوه في هذا الباب. فاش كيكونوا بعض اللاعبين الجدد، كاين بعض اللاعبين اللي كيكون استغنى عليهم عاود تمت المنادى عليهم، وبالتالي بكل صراحه غادي نقول بان ما يمكنش نناقشوا اللائحه واش كان عنده الحق او ما كانش عنده الحق في هذا اللاعب او ذاك، حيت كتبقى اداء اللاعب على حسب المنظومه اللي كيلعب بها الناخب الوطني داخل رقعه الملعب هي اللي كتزكي او كتخلي الناخب الوطني يكون خطأ في واحد من الاختيارات من هذوك اللاعبين. وبالتالي فكنظن ان هاد 30 لاعب اللي تمت المنازع عليهم كاين هدف اصلا مسبق علاش هذاك العدد الكبير بعد اولا، وثانيا كنظن جمعات جميع اللاعبين اللي شفناهم في هذه الاونه الاخيره بالاضافه للاعبين اللي سمعنا عليهم انهم برهنوا على الكفاءات ديالهم في الفرق اللي كينتميو لها. يعني واش يعني هاد 33 يعني احنا يعني على مقبلين على خوض لقاءين يعني متتاليين، الاول ضد مالاوي يوم 22 مارس والثاني ضد الارجنتين يعني لقاء ودي يوم 26 مارس، واش يعني لي لارجيسمون ديال هاد ليست واش يعني منطقي او ان كان عليه نادي فقط على واحد العدد اللي يمكن ان يخدم معاه؟ لا شوف، هاد جوج المباريات كتعرف ما عندهمش واحد الاهميه كبيره اكثر من هي اهميتهم كتكون في الاستعداد للنخبه الوطنيه لكاس افريقيا. اكيد هادوك 30 لاعب علاش؟ لان كاين 30 33 عفوا 33 لاعب لان كاين المباريات متقاربين بزوج، وبالتالي كاين مجموعه من اللاعبين من ضمنهم كيف قلت من قبل ان كاين لاعبين اللي جداد على المنتخب المغربي، هذه فرصه على اساس انه يقتنع بالاداء ديالهم داخل المنتخب المغربي. اما كلاعبين واش عندهم كفاءه ولا لا، كنظن ان الناخب الوطني فراه عارف بان هذوك اللاعبين ما تمت المنادى عليهم الا وكان شافهم وعطاو الاداء الجيد وبلاو البلاء الحسن باش انه ضمهم لهذه اللائحه. 33 لاعب واش كان ممكن نديروهم كاملين؟ كاين اختيارات ديال كيف كنقول تقنيه ديال المدرب. علاش اختيارات؟ لان يمكن على حسب المراكز ديال اللاعب، كل مركز شحال من لاعب خصو يشوفوا فيه، لان كاين بعض المراكز وكنعرفوا شي مشكل كبير في التنشيط الدفاعي في المنتخب المغربي هو اللي كنا كنعانوا منه مؤخرا بدرجه كبيره. خدم مجموعه من اللاعبين كثار على اساس انه تكون عنده اريحيه ديال الاختيار، اريحيه الاختيار باش انه بعد منا يكون من اللائحه اللي ممكن لها تمشي. وكنظن ما غاديش تخرج اللائحه اللي غتمشي، كنتكلم انا على كاس افريقيا ما غاديش تخرج من هاد 33 لاعب. دونك سي الورقه قلتي بان كان عندنا مشكل ديال التنشيط الدفاعي، ولكن لاحظنا في الاونه الاخير يعني في الميركاتو الشتوي الاخير بان هناك مجموعه من اللاعبين اللي كانوا تنعولوا عليهم يعني الناخب الوطني مشاو يعني لدوريات يعني ديال الخليج، واش هذا ما يمكنش ما ياثرش يعني على الاداء الدفاعي ديال المنتخب الوطني المغربي ام لا؟ انا كنشكرك على هذا السؤال لان تقال عليه كثير وكثير من القيل والقال على اللاعبين اللي كيمشيو للخليج الى اخره. سي شي غادي نرجع بك شي شويه للوراء، راه الفرق ديالنا راه نهزموا مع فرق خليجيه. صح المنتخبات الخليجيه بلات البلاء الحسن في الكاس اسيا وفي كاس الخليج، فكاين مستوى جد 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 ممتاز في الخليج.
وبالتالي حتى اللاعبين اللي كيمشيو يلعبوا في الخارج وكتمنوا المنادات عليهم راه ملي كيجيو راه كيكونوا في مستوى. انا هنا اللي يمكن بغيت نرجع له واخا يمكن ما طرحتيش عليا السؤال ولكن كنستغل الفرصه. يمكن كانت تصريح ديال الناخب الوطني اللي كنظن كان تكلم في واحد الوقت من الاوقات على ان ما يجيبش حتى شي واحد من البطولات الخليجيه. يعني غنجيو دابا غنلقوا بان اللاعبين هما اللي عندهم الكلمه الاخيره في هذه المساله وهما اللي فرضوا راسهم. علاش؟ لان ملي كتتبع بشكل كبير الدوريات الخليجيه راه كيبان لك المستوى ديال بان المستوى تما راه مستوى كبير. ممكن اللاعبين انهم خصهم على يتاقلموا على ذاك الجو وبالتالي ملي كيتاقلموا راه كيعطيهم مستوى كبير. التساؤل هذا هو اللي كان وحنا رجعنا دابا غنبداو نجيبوا اللاعبين من الخليج. السؤال هو انا اللي كنطرح على نفسي وباقي لحد الان ما لقيتش له الجواب. كنا كنقولوا بان اللاعبين خصهم يجيو من الدوري المغربي يمشي للدوريات الاوروبيه باش نجيبوهم للمنتخب المغربي. علاش؟ لان في اوروبا كاين مستوى عالي اكثر. للاسف دابا ولا كتبان العكس وهنا كيبقى التساؤل كيف قلت لك ما لقيتش له انا جواب. واش خصنا دابا على هذا الاساس نصيفطوا نحاولوا نغيروا الوجهه ديالنا ونصيفطوا للخليج عاد اننا نتمنوا على هذا اللاعب للمنتخب المغربي؟ انا الاجابه لهذا السؤال الا سمحتي لي غادي نقول شيء واحد. الجاهزيه ديال اللاعب وحقيته فهي كتفرض على الناخب وعلى اي كان انه يعطيه الفرصه ديال حمل القميص الوطني مادام انه كيعطي اللي خصو يتعطى داخل رقعه الملعب. لا يهم في اي دوري كيلعب هذا اللاعب لان المهم هو اش كتعطيني يوم مباراه لا اكثر ولا اقل. يعني اللاعب الجاهز في المباراه وهذا هو اللي كيبني عليه اصلا المدرب الناخب الوطني. لان حتى ملي غادي تقول لي هذا اللاعب متالق في هذا النادي او ذاك كنقول لك راه لم تتم المنادات على اي لاعب لانه بين في الفريق ديالو في واحد المباراه قريبه انه قبل هذا التجمع ان اللاعب بين في الفريق ديالو باش تمت المنادات عليه. لا فكانت المنادات عليه الاداء ديال واحد الاشهر الاخيره هي اللي خلات الناخب الوطني انه يركز على هذا اللاعب وعكس انه حيت لعب واحد جوج المباريات الاخيره او ثلاثه اللي كان فيهم مزيان. وبالتالي هنا حتى ذاك 33 لاعب راه علاش باش يجيب لاعبين عندنا جوج ديال المباريات ويشوف احقيتهم كنظن في هذه المباريات داخل بالقميص ديال المنتخب المغربي وسط المجموعه المغربيه واش غادي تكون ذاك التوليفه اللي غيحتاجها هو او لا. لا هل اللائحه سي الورقه كتضم كذلك 6 لاعبين اللي يلعبون في الدوري المحلي يعني في الدوري المغربي في البطوله الوطنيه؟ واش يعني كيبان لك ان هذا الاختيار يعني اختيار منطقي ام ان فقط هو ضر الرماد في العيون اللي من اجل اسكات بعد يعني الصحافه اللي دائما يعني تقول بان الناخب الوطني يهمل البطوله الوطنيه؟ نقول لك واحد العباره وما عرفتش كيفاش هذا غادي نقولها لك ونستسمح عليها. كنقولوا دائما كتشري او لا كتبيع بيعت المحتاج او لا كتشري شريت المحتاج. كل شيء كيتكلم على اللاعب المغربي يعني اللي كيمارس في البطوله الوطنيه. ملي كتتم المنادات على لاعب او مجموعه من اللاعبين واش هي قناعه ديال اداء هذاك اللاعب ومستواه او المنادات عليه من اجل المنادات وتاتيت المنتخب المغربي بعد اللاعبين باش تسمى راه المحليين باش تبان بان راه اللاعب المحلي راه موجود في النخبه الوطنيه. انا في نظري كتبان لي ما كايناش هذيك القناعه بكل صراحه وغنكون صريح. اللاعب المحلي كتتم المنادات عليه من اجل تاتيت هذاك المجموعه واثبات بان راه اللاعب المحلي راه موجود لا اكثر ولا اقل. اما اداء فما ما كيبانش لي بان راه كتتم المنادات عليهم من اجل علاش كتقول الاضافه؟ علاش؟ لانه ما كيلعبهمش في الداخل المباراه. شوف اسيشي المباريات اللي تلعبات ديال النخبه الوطنيه مرارا كنلقاو بان اخر واحد ممكن نفكروا كنتسناو انه غادي يدخلوا يمكن في واحد ربع ساعه نص ساعه ولا في واحد الشوط ولا حتى الى هذا واش غادي يعطيو الكل كيتسنى في واحد او لا جوج ونتحدى اي واحد يعطيني شكون هو هذا اللاعب اللي تبت دابا المكانه ديالو في النخبه الوطنيه وكان مقتنع به الناخب الوطني.
كنتكلموا على بعض اللاعبين اللي كتم المنازعه عليهم باستمرار في بعض مؤخرا، ولكن لم يثبت التاريخ القريب ان كاين لاعب ركزنا عليه من اللاعبين المحليين في النخبه الوطنيه. احنا لعبنا في كاس العالم كانت الاقصائيات الى اخره، وما كانش اللاعب المغربي اللاعب عفوا المحلي فارض نفسه، وبالتالي كتبقى المنادات عليه. انا في نظري انا كتعجبني هذه العباره ديال التأتيت، تأتيت المجموعه باش تبان ديال المنتخب الوطني لا اكثر ولا اقل. السي الورقه كذلك عندنا 33 لاعب، واش يعني اللائحه اللي غادي توجه لمصر ما غاديش تخرج منها 33 لاعب اللي تم المنت عليهم يعني حاليا؟ نكون صادق معك نقول لك ما غاديش تخرج كنظن في نظري انا، لان ما كاينش شي لاعب او هذا اللي كيبان لي غادي يخرج من هذه المجموعه، ما كاينش في هذيك المجموعه وغتم المنازع عليه مؤخرا. كنظن ما غاديش تخرج على هاد 33 لاعب اللي غادي تكون في هاد جوج المباريات اللي كاينين اللي غادي يكونوا مؤخرا، وهاد اللائحه ديال 33 لاعب. المنتخب الوطني المغربي غادي يلعب كذلك يعني من بعد يعني اللقاء ديال الملاوي اللي هو تحصيل حاصل، لان المنتخب الوطني المغربي ديجا تاهل لنهايه كاس افريقيا. من بعد هذا اللقاء هذا غادي يلعب مع منتخب الارجنتين. واش يعني اختيار المنتخب الارجنتيني هو اختيار صائب، علما بان يعني المدرسه الارجنتينيه والكره الارجنتينيه بعيده كل البعد عن الكره الافريقيه اللي احنا غادي نتقارعوا معها في مصر في الصيف المقبل؟ هي انا غادي نقول لك بان اي مباراه كتلعب فهي ايجابيه للمجموعه الوطنيه وغادي يستافدوا منها، ولكن اختيار المنتخب الارجنتيني واش كان اختيار الاستعدادات اصلا لكاس افريقيا، او كان اختيار غادي نقول يمكن اقتصادي اكثر من هو او مالي اكثر من هو سورتو كروي ليماج كيستيون ديماج سي ليماج. اسكو المغرب الى بزوار باش ان ليماج ديالو غادي يعني نلمعوا ليماج ديالو في الساحه الكرويه العالميه. المنتخب المغربي يمكن كانت اكبر فرصه كانت راه كاس العالم اللي كيشوفها اكبر المتتبعين لكره القدم، فراه شاف المنتخب المغربي وشاف المستوى ديال المنتخب المغربي. المباراه ديال الارجنتين انا كيف كنقول واش ما غاديش نكون كننتقد من اجل النقد، لا غادي نستافدوا منها اكيد غنستافدوا، ولكن تواجد المباراه في هذا الوقت كنظن ما كانتش مبرمجه من قبل، فجات يعني ممكن نقول بالصدفه وجات تصادفت مع هذا الحدث اللي هو اننا نستعدوا به نيت الكاس افريقيا. ولكن كنظن ما غاديش تفكر انك تلعب مباراه مع الارجنتين ولا مع البرازيل او هذا باش غادي تستعد للكاس افريقيا المقبله في مصر، لان ملي غادي تتكلم على المنتخب اللي غادي تشارك معهم وغادي تنافس معهم فانت كتبحث دائما على المنتخبات اللي كيكونوا اقرب المنافسين ديالك باش انك تاخذ تجربه، واللاعبين ديالك حتى هما يلقاو تجربه في هذه المباريات، وبالتالي كيكون الاستعداد يكون واقعي اكثر من هو شويه استعراضي. المنتخب الوطني المغربي يعني ولا المغرب اصلا فاز بكاس افريقيا واحده، ومن 96 مازلنا كننتظروا شي غيث اخر، شي كاس اخرى ثانيه اللي تاتت يعني البالماريس ديال الكره الوطنيه. واش تظن بان سنة 2019 هي تكون السنة يعني ديال التتويج ديال المنتخب الوطني المغربي، أم أن إجراء هذا كأس إفريقيا في مصر يعني سيصعب المأمورية أكثر على المنتخب الوطني المغربي؟ والله إلا غادي تشوف غير المسيرة الأخيرة ديال المنتخب المغربي مقارنة بطبيعة الحال مع المنتخبات اللي غنشاركوا معهم في كأس إفريقيا، فجميع المتتبعين يستحيل أن يقول لك المنتخب المغربي ما يكونش في البوديوم. يستحيل ما يكونش في البوديوم بحكم الاداء ديال المنتخب المغربي والمجموعه اللي كيتكون منها. غادي نخلي حتى الاداء ملي غنتكلم على كيفاش مكون المنتخب المغربي، المجموعه اللي كتكون المنتخب المغربي فمن احسن اللاعبين حاليا اللي كنتكلموا عليهم في اوروبا، في الانديه الكبيره في اوروبا كيشاركوا في هاد اللاعبين. واش عندنا حظوظ؟ عندنا حظوظ كبيره اننا نفوزوا بهذا الكاس الافريقي. ما عرفتش انا التصريحات الاخيره اللي كانت ديال حتى بعض اللاعبين ديال المنتخب المغربي والناخب الوطني باش الناخب الوطني زي يقول لك بان لي بي لي بلو زعما اليوم مأهلين اكثر باش يديوها هما مصر السنغال وسيشينا. غادي نتكلموا حنا كنتكلموا في كره القدم اللي كتلعب في رقعه الملعب وكيشوفها الملايين ديال الناس. واش هذا التكتيك باش يرفع الضغط على العناصر الوطنيه اما ان هذا هو تحصيل حاصل الانعاس ديالو؟ كنظن خص يكون الضغط على العناصر الوطنيه،
ما خصناش نحيدوا عليهم الضغط، خاص يكون عليهم الضغط السيشي، لان بهذاك الضغط خصنا نفهموا بان راه خصنا نمشيو باش نجيبوا كاس افريقيا، لان الظروف حاليا راه هي الملائمه، راه ما كاينش شي ظرف احسن من الظرف الحالي اللي كتزها فيه كره القدم في المغرب على الصعيد الافريقي. المنتخبات كلهم الافريقيه راه حنا كنعرفوا حتى المنتخب المصري اللي حاليا كيأهلوه، فماشي هو المنتخب المصري اللي كنا كنواجهوه في السنوات الاخيره، مؤخرا المنتخب المصري ماشي هو ذاك المنتخب، جميع المنتخبات، المنتخب الكوت ديفوار، نيجيريا، جميع المنتخبات اللي شفناهم ما بانوش ذاك القوه وذاك الاداء اللي كنا كنعرفوه على المنتخبات الافريقيه، وبالتالي كتعطي المغرب يمكن انا في نظري يعني كترشح المغرب، كنرشح المغرب ومتفائل الا كان الضغط، وماشي اننا نحيدوا الضغط على المجموعه الوطنيه، بالعكس احنا محتاجين لهذاك الضغط، لان هذاك الضغط كيف تعرف سيشي راه كيفيدك ملي كيكون ايجابي، اما اللي حيد من الضغط راه كتبقى مساله ديال غنمشي نشارك على قبل المشاركه في كاس افريقيا. واش المغرب دابا كيتسمح ليه حاليا انه يمشي يشارك من اجل المشاركه؟ راه هنا السؤال اللي كاين، هذا الشيء اللي كان في السنين الاخيره كان تمشيو مشاركه غير باش لاجل المشاركه، ملي كنمشيو علاش سيشي؟ لان كانوا اسباب معينه، كان عدم الاستقرار ديال الناخب الوطني، عدم الاستقرار في الاداره التقنيه ككل بواحد الدي كبيره، كان عدم الاستقرار، كان عدم الاستمرار في بزاف ديال الاشياء في النخبه الوطنيه. هاد السنه بالضبط كنظن في سنوات جات قبل منا واحد 3 سنوات كاين استقرار، وبالتالي حتى ديك المجموعه اللي كتلعب راه نفسها تقريبا واحد النسبه كبيره، الناخب الوطني عنده جميع الظروف انه يهيئ المنتخب المغربي في احسن الظروف، وبالتالي الا ما كانتش ظروف بحال مثل هذه غادي تهيئنا اننا ننافسوا على كاس افريقيا، امتى غادي ننافسوا عليها الا ما ننافسوش عليها في هذا الوقت؟ اكيد عندك الصح، لان يعني الظروف جميع الظروف مواتيه الان، يعني لا الناخب الوطني لا العناصر الوطنيه. واسي شي كتشوف المنتخبات كتعاني حاليا، راه حنا متبعين افريقيا كنتكلم بطبيعه الحال، الميزانيه المخصصه للمنتخب، الميزانيه، الاستعدادات، اللاعبين الى اخره. المنتخب المغربي دابا فيما كيكون اي لاعب كنسمعوا عليه عكس اللي كان قبل، فكيلبي النداء انه باش يحمل مثلا القميص ديال المنتخب المغربي. يعني انا نهضروا هنا، نهضروا على يعني الاختيارات ديال اسامه الادريسي اللي اختار المغرب عوض هولندا، يعني واش هذا اللاعب يمكن يعطي اضافه للنخبه الوطنيه؟ انا في دائما في الطبع ديالي ملي كنبغي نتكلم على لاعب ما كنبغيش نتكلم على اسم ديال لاعب معين، الادريسي او غير الادريسي. انا متاكد يعني وكنجزم في هذه المساله، لاعب اللي تمت المدافع عليه انا كنقولها وكنكررها مره اخرى ولا اجامل احد، يستاهل انه يجي، اي لاعب في اوروبا الفرصه الوحيده اللي عنده انه باش يتالق اكثر ويعطي اكثر اكيد غادي يكون في المنتخب المغربي، لان كتعرف الصعوبه باش انك تفرض راسك في منتخب اوروبي معين، وبالتالي بالنسبه للمغرب فهي كتكون ذاك الرجوع والحنين للبلاد الى اخره، وعندك سهوله. وملي كنتكلم كان على السهوله السيشي راه كنعرف اش كيبدلوا في الجامعه الملكيه، راه في بعض الاحيان راه العائله كتجي يعني الاقامه ديالها بالمسائل ديالها كلها على حساب الجامعه المغربيه، يعني جميع الظروف. ملي كنقول هذا الكلام يعني كي حتى اللاعب، جميع اللاعبين وثق بيا، انا كان عندي علاقه مع شحال من واحد، كلهم عندهم هذيك الرغبه وكيتسناو في المنادات عليهم باش يلعبوا في المنتخب المغربي، فما بقاش هذا المشكل، ما بقاش عندنا هذه المساله مشكل اللي كنعانيو منه كان قبل. علاش؟ لان كانوا بعض اللاعبين اللي كتم المنادات عليهم كيلعب مباراه يمكن ويديهم بعد ما كتبقاش المنادات عليه. دابا ملي كتشوف لاعبين اللي كاينين فتتمنى انك تكون داخل هذيك المنظومه ديال النخبه الوطنيه، وانك تكون حتى انت كتمثل مع المغرب مع هذيك المجموعه اللي راه فيها المغرب. المغرب حاليا وفر جميع الظروف على اساس ان اي مغربي كيتواجد في اي بقعه من بقاع العالم انه يلتحق بالنخبه الوطنيه، وانها تكون جميع الظروف ملائمه حتى ماديا، كنقول حتى ماديا. علاش؟ لان رغم ان يمكن اللاعبين ما كيجوش من اجل الماده، ولكن حتى مسألة الشهره ولا هذا، فالمغرب كنظن فرصه كبيره ان اللاعب باش انه يمشي بعيد في الحياه الكرويه انه يلعب في المنتخب المغربي. بالموازاة مع يعني المباراتين التي سيلعبهما المنتخب الوطني المغربي، يعني المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة سيجري كذلك لقاءين صعبين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، يعني في إقصائية كأس إفريقيا. كيفاش تشوف الحظوظ ديال المنتخب الوطني المغربي اللي أقل من 23 سنة؟
واه كنشوف الباركور اللي مشاو عليه راه سي ديجا بوزيتيف دونك كيامل ان شاء الله غادي الانسان كيتامل خير كاين بعد المجموعه يمكن غنستني لونديكاب اللي يمكن كاين بعض اللاعبين اللي كانت كتم يعني المنادات عليهم فتم المنادات عليهم في الفريق الاول وبالتالي ما يمكنش يساعدوا وغيعطيو الاضافه للنخبه الاولمبيه وبالتالي ممكن هذه شويه صعب الماموريه من كومون دي داك لي بين دورسال ديال المنتخب اللي قوي كنظن المنتخب الاولمبي حاليا فهو عنده مجموعه يعني قويه وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون تاهل باذن الله. هذاك الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله يعني في الدوري متفائل بالنسبه لهذه المجموعه لان كاين مجموعه جيده. هناك يعني بغينا نهضروا معك على شباب المحمديه تولد المحمديه كيفاش كتشوف الوضعيه الحاليه ديال الشباب اللي كيكون هو اللي كيلعب في القسم الهوات هو حاليا بصح يحتل الرتبه الاولى ولكن كيفاش كتشوف يعني الوضعيه ديال الشباب والمستقبل ديالو؟ شيء اللي كيحز في النفس يعني ملي كتسمع شباب محمدي هو الوضع اللي جاي منه من الوضع اللي فيه هو حاليا فهو وضع يطمئن ووضع كيبشر بخير. شباب محمدي اللي عانت كثير وكتشوفها في يعني كتنزلق الاقسام ماشي قسم الاقسام الهوات شباب محمدي اللي ما بقى عندها ولا شيء الا الاسم كنظن بمجيء السي هشام يتمنى بدا كيلمع الاسم ديال شباب محمديه وغنكون صادق ملي غنقول لك راه كاين مشاريع جد 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 مهمه للمدينه في شخص هذا الرئيس اللي غيوفرها لشباب محمديه وغتستافد منها مدينه المحمديه حاليا فهو يعني كيكون مجموعه اللي ممكن ماشي باش تلعب في الهوات ولكن باش لان الهدف ديالو هو القسم الاول الاحترافي مجموعه من اللاعبين ودابا حاليا هو كيشتغل على مجموعه باش يجيب مجموعه اللاعبين للسنه الماجيه لان كتعرفوا فصل النقط اللي كاين دابا حاليا فكيطمئن بدرجه كبيره وكيامن يعني بواحد النسبه مئويه كبيره صعود للقسم الوطني الثاني. حاليا الوضع كيف قلت لك ملي كتسمع شباب محمدي وكتشوفها كتامل خير عكس انك ملي كنت كتسمعها لان ولا يمكننا كنت نسمعوا ان احنا ولا كنا نتمناو نسمعوا حنا الناس ديال المحمديه ان شباب محمديه اللي جابت اول كاس افريقيا وجابت البطوله وجابت كاس العرش ونجبت البين دوغسال ديال المنتخب المغربي القوي المنتخب اللي تكلمت عليه السيشي وجاب كاس افريقيا انها تكون كتعاني يعني الحضيض في الاقسام السفلى. الحمد لله انا كيف قلت مره اخرى وانا لن اجامل احد ان السي هشام ايتمنى وكنتكلم على الشخص برفقة السي سعيد القرقوبي واحد المجموعه ديال الاخوان اللي كيساعدوا بدرجه كبيره وان بغاو الفريق انه يرجع للامجاد ديالو فنتمنوا كنتأملوا خير والامل كبير 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 في هاد الناس اللي جاوا. شكرا سي الورقه. كلمه اخيره يعني المشاهدي ومتتبعي قناه مطن تي في. سعيد باللقاء ديالكم انا كانت عندي اول مره فسعيد لان الجو جد 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 احترافي وكنشكركم على الاستضافه مره اخرى. شكرا سي حميدون نتمنى لك التوفيق يعني في مسيرتك المهنيه. شكرا.